يوم شغلنا نشتغل دلوقتي نشوف اخبار الجو ايه. درجات الحراره هتنزل، الجو هيبقى الطف النهارده الصبح بصراحه، او الفجر بمعنى اصح، واحنا نازلين جايين للقناه كان الجو لطيف حلو. بس هنتعرف اكتر بقى على درجات الحراره في القاهره والمحافظات مع زميلتنا الجميله نيرفانا العبد. أعزائي مشاهدي اللايف، أهلا بكم إلى نشرة جوية جديدة ليوم السبت. أخيرا تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال البلاد، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، ميل الحرارة على الوليد البحري والقاهرة، وإنزال الشديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا ولطيف ليلا. وننتقل إلى درجات الحرارة في محافظات مصر ونبدأها بالقاهرة، حيث تسجل كبرى 34 والصغرى 20 والأجواء غائمة نهارا وليلا. وفي الإسكندرية تسجل كبرى 24 والصغرى 19 والجو صافي نهارا وغائم ليلا. أما في بورسعيد تسجل كبرى 24 والصغرى 19 حيث الصفاء نهارا والغيوم ليلا. وفي أسيوط تسجل كبرى 40 والصغرى 27 والأجواء صافية نهارا وغائمة ليلا. وفي المنيا تسجل كبرى 36 والصغرى 23 والجو غائم نهارا وليلا. وفي شرم الشيخ تسجل كبرى 33 والصغرى 27 حيث الغيوم طوال اليوم. وفي أسوان تسجل كبرى 46 والصغرى 29 والجو صافي نهارا وغائم ليلا. وفي الأقصر تسجل كبرى 44 والصغرى 28 حيث الأجواء الصافية. أما عن حلايب وشلاتين تسجل كبرى 36 والصغرى 26. وإلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، ونستعرض معا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية، ونبدأها بالعاصمة العربية القدس حيث تسجل كبرى 26 والصغرى 15. وفي دمشق تسجل كبرى 32 والصغرى 14. أما عن الرياض تسجل كبرى 40 والصغرى 26. وفي أبوظبي تسجل الكبرى 32 والصغرى 28. وفي الجزائر تسجل كبرى 18 والصغرى 13. وأخيرا في طرابلس تسجل كبرى 27 والصغرى 19. وإلى هنا مشاهدينا انتهت نشرتنا، وإلى اللقاء. أنا قلت النشرة الجوية عندنا أحسن وإن هي بيبقى وشها حلو على الطقس، وقلت لك شوف أول كلمة قالتها إن ابتدت درجات الحرارة في انخفاض، دي أهم حاجة. إحنا عايزين بقى نسمع الجملة دي كتير اليومين الجايين، يعني جملة نيرفانا وهي بتقولها دلوقتي، عايزين درجات الحرارة تنخفض. بس على فكرة أسماء، إمبارح يعني بعد الظهر لا الدنيا بدأت شوية الجو يبقى لطيف، يعني أكيد حسينا بده، يعني في نسمة كده منعشة شوية بعد الظهر، فاحتمال إن شاء الله اليومين الجايين درجات الحرارة تنزل. وكان في مداخلة مع دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية امبارح، قال لنا إنه خلال الأيام اللي جاية درجات الحرارة هتنخفض 5 درجات مئوية، بس هو قال 5 تحديدا. فنتمنى نشوف ده إن شاء الله والجو يبقى لطيف على حضراتكم جميعا.